مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ يعطيكم العافية. فيديو جديد جي توكس وجاسر مصطفى. تنك هذا الفيديو راح نزله في فيديوهات نو مور. طيب، ايش اللي انت بدك تعرفه اكثر حاليا من الاسئلة اللي كثير اجتني على الفيديوهات تبع دولة قطر؟ قديش ممكن اصرف بالشهر؟ انت حر، اصرف قد ما بدك، يعني ما في حدا بيقدر يحكي لك انت قديش ممكن تصرف في مكان معين او في بلدك او في بيتك او في اكلك او في شربك او في وات ايفر الاشي اللي انت قاعد تعمله. ما حدا بيعرف هذا الرقم، لكن انا اليوم بدي احكي لك ايش افرج المصاريف الموجوده في دوله قطر. انت قيس عليها وانت اعرف قديش ممكن تضيف او تطرح منها، مش رقم ثابت لكنه افرج، عشان انت تعيش معيشه جيده في مستوى جيد وتعمل اللي بدك اياه، ما تحرم حالك من ولا شيء وما تعيش في خلينا احكي في مستوى اقل من المستوى اللي انت حاب تعيش فيه، او مش اللي انت حاب تعيش فيه، اقل خلينا احكي من الليفل الجيد المتوسط للجيد او للجيد جدا. مش حارم حالك من ولا شيء وعامل كل شيء بدك اياه، وماكل وشارب ونايم وطالع ومأرجل وش مشتري اللي بدك اياه. تمام، خلينا نبلش. طيب اصدقائي، خلينا نتفق على شغله كثير ضروريه، انه في ناس تصرف 2000 ريال، في ناس تصرف 15,000 ريال، ناس تصرف 7,000 ريال، ناس تصرف 100 و200,000 ريال، في ناس تصرف قد ما بدك. يعني انت انزل بالرقم واطلع بالرقم، انت الشخص اللي بيتحكم في هذا المصروف، انت الشخص اللي بيتحكم في هذا المصروف. لكن انا اليوم في هذا الفيديو راح احكي لك عن زي ما حكيت انا في المقدمه الافرج، انه قديش انا ممكن اصرف اذا عشت معيشه متوسطه في ليفل جيد الى جيد جدا. طيب خلونا اصدقائي نبلش في موضوع السكن، لانه هو اكثر موضوع مقرق في دوله قطر. يعني انا بدي اعيش في دوله قطر واخذ سكن، هذا السكن تبعي مثلا، انا متسين ان انا عزابي وعايش في استوديو او بدي اعيش في استوديو، الاستوديو فيه له ليفلز، يعني ما تفكر ان كل الاستوديوز في دوله قطر لها نفس السعر ونفس الافرج ونفس المستوى، لا. اذا انت عشت في استوديو، هذا الاستوديو كان في فيلا مقصره مثلا، ليفل الفيلا قديمه خلينا نحكي والليفل تبعها متدني، او عشت في استوديو في اللؤلؤه احسن منطقه مثلا في قطر تسكن فيها، واغلى منطقه ممكن تسكن فيها، فانت وين راح تسكن وايش الليفل اللي انت عم تحكي عنه؟ استوديو في فيلا مقصره مثلا، مستوى نظافته مش كثير، مش نظافته كنظافه السبيس انت بتنظف زي ما بدك، بس ككواليتي اوف ليفنج جوا السبيس مش كثير، فانت عم تحكي من 1200 ل 2000 ريال هاد شهريا، 1200 ل 2000 ريال. واذا حدا بده يحول، فانت تقدر تدخل على جوجل وتعمل ترانسفير كيو اي ار لاي عمله انت بدك اياها، بيطلع عندك كونفرتر سهل، بس حط قديش الكواليتي او قديش سوري الاماونت اللي بدك تحولها من القطر ريال لوات ايفر انت بدك اياها. سو حكيت اذا استوديو في فيلا مقصر في مستوى متدني او من متدني لجيد او من متدني لمنيح شوي بس، فهذا 1200 ريال ل 1500 ريال وباحسن حالاته ل 2000 ريال شهريا. لكن مثلا اذا حكيت لي ان انا بدي اخذ فيلا مقسمه نظيف جدا، فانت ممكن تحكي من 2000 ل 2500 ريال في الشهر، تكون فيلا مقسمه مستواها جيد ونظيفه ومش قديمه الفيلا وباركينج والى اخره، منطقه جيده، فانت ممكن انك انت تاخذ بهذا الرقم من 2000 ل 2500 ريال. اما تحكي لي مثلا بدي اروح استاجر في ذا بيرل في اللؤلؤه، يس تقدر تاخذ استوديو في اللؤلؤه، لكن الرقم بده يعلى معك اي ثينك من 6000 ل 9000 ريال، لكن شامل كل شيء في الكوكب، خدمات وتنظيف ومش عارف ايش وجيم وبول واند سو اون، ومستوى كواليتي اوف ليفنج خرافي. إذا بدك تروح على مشارب مثلا، منطقة جديدة كواليتي اوف ليفنج عالية، منطقة جدا حلوة ونظيفة وهي قلب الدوحة، فأنت ممكن تحكي بـ I think 7000 ريال، 6000 ل 7000 ريال ممكن تستأجر في هذا المكان. سو هذه الأرقام تبع السكن. خليني بس أحكي لك كمان إشي عن موضوع السكن. ليتلي انا حكيت بفيديو او نزل او راح ينزل، ما بعرف مين راح ينزل قبل بهدول التو فيديوز، اني انا استاجرت ب 1/1/2020 شقه
بغرفتين وصالة وحمامين ومطبخ شوي كبيرة، تهوية منيحة، إضاءة منيحة، كواليتي أوف ليفينج منيحة، شقة في عمارة نظيفة في منطقة منيحة اسمها السد، والإيجار اللي أنا أخذته 4500 ريال غير شامل ولا إشي. الأفريج تبع الإيجارات كان 5000-6000 ريال، 5000-6000 ريال على غرفتين، صالة، حمامين، مطبخ، مساحتهم منيحة، إضاءتهم منيحة، تهويتهم منيحة، شبابيكهم كبيرة، سبلت يونتس اللي فيهم التكييف، الكهرباء والمي والتلفون والإنترنت على شقة ثلاث غرف وصالة حمامين أو ثلاث ومطبخ مرات تكون فيها بالكوني، الأغلب لا. هاي كانت الأجرات فيها تتراوح بين 6000-8500 ريال. هذا كل إشي بيشمل السكن، وأنت تقدر تحسب إيش الإشي اللي أنت محتاج تستأجره علشان تعرف قديش أنت راح تدفع على السكن. موضوع السكن مش بسيط في دولة قطر، عشان بدك تكون عامل حسابك قبل ما تختار. موضوع المواصلات، موضوع المواصلات في دولة قطر مأمن بطريقة كثير خرافية. في عندك أبليتي إنك أنت تستأجر سيارة، في عندك أبليتي إنك أنت تشتري سيارة، طلع رخصة مش سهل ومش سريع في دولة قطر، فبدك تعمل حساب إنه في مدة منيحة راح تتنقل أو تستخدم فيها المواصلات. المواصلات مقسومة لأكثر من وسيلة، في عندك التاكسي، في عندك الليموزين، في عندك الناس اللي الشخص يعني اللي هو بينقل سيارته، I think it is illegal بس في منهم موجودين في دولة قطر. في عندك الباصات اللي هي كروة باسز، وفي عندك المترو، هدول السبعة اللي انت ممكن انك انت تسويهم. الإيجارات إذا بدك تستأجر سيارة، فأنت عندك أبيليتي إنك أنت تستأجر سيارة من 1000 ريال وأطلع، 1000 ريال، 1200 ريال، 1500 ريال، 1800 ريال، 2000 ريال and so on، حسب إيش هي السيارة اللي أنت ممكن أنت تكون بدك تستأجرها. تشتري سيارة، عندك أبيليتي تشتري سيارة بكل سهولة في دولة قطر، وتاخذها بأقساط، ممكن تاخذها بكاش، والأسعار مش عالية في دولة قطر مقارنة بأي دولة ثانية، سبيشالي إذا بقارن مثلا سعر السيارات الموجودة في دولة قطر نفس السيارة وتشوفها في الأردن مثلا أو في مصر، السعر كثير خيالي، فالفرق كثير كبير. مثلا ممكن انك انت تاخذ سياره مرسيدس 2012 سي 200 مثلا، انباعت ليتلي في اخر 2019 بشهر 12 2019، انباعت 39000 ريال، which means انها 8000 دينار اردني، 7500 دينار اردني، اللي هو اذا بدك تحولهم يعني ممكن تحول على جوجل تعرف بالدولار قديش. فاسعار السيارات لو قطر مش غالية. بي ام دبليو 2012 523 اي سيريز فحص منيح باول 2019 انباعت ب 29000 ريال، which means around 6000 دينار اردني. فالاسعار تبع السيارات مش كثير غالية او مش غالية بالمرة اصلا. هلا اذا انت ما رح تشتري سياره، قديش رح تكلفك المواصلات؟ ممكن ناس شخصيا تتفق معهم بالشهر مثلا ب 1000 ريال او 2000 ريال ياخذوك ويودوك ويجيبوك على مكان شغلك بالوقت اللي انت بدك اياه، ويرجعوك من شغلك بالوقت اللي انت بدك اياه. أكيد ما راح أوديك كل مشاويرك. التاكسي، في عندك تاكسي الكروة، تاكسي الكروة فتحة العداد فيه 10 ريال أي ما يقارب 2 دينار أردني، وفي مشاوير ما بتطلع عليك أكثر من 10 ريال لأنها ما تبلش عد العداد أصلا، وفي مشاوير ممكن إذا أنت عم تنقل داخل الدوحة بين خلينا أحكي من 15 أو 18 ريال ل 30 ريال، فأنت ممكن تحسب إنه أنت كيف ممكن تكلفك كيف مستوى مشاويرك في دولة قطر. هذا التاكسي كروة، اللي ممكن يكون أغلى سلايكلي، يعني إذا المشوار بكلفك في الكروة 15 ويجوا يطلب 20-25، سو انت ممكن انت تنجوشيات معه على الاسعار. اذا كنت راح تطلع في الباص، فا اي ثينك ايجار الباص 2 ريال 3 ريال، واذا كنت راح تستخدم المترو اي ثينك في عندك التيكت تبع 2 ريال، التيكت تبع 7 ريال، التيكت تبع 10 ريال، 10 ريال هو الفي اي بي واللي بوديك على اي مكان انت بدك اياه في دولة قطر، مغطي كثير اماكن في دولة قطر، الستيشنز المستوى تبعها كثير عالي، المترو المستوى تبعه ونظافته كثير عالية، الالتزام المواعيد كثير عالي، سو المترو الناس عم بتروح عليه ليتلي بشكل كثير كبير، سبيشالي في الاوقات اللي بكون فيها البيك او الرش تبع الترافيك، واللي هو مثلا مرات خلينا نحكي في المباريات لما كان في عندنا نهائيات كاس الانديه، لما كان في عندنا انشطه رياضيه، فكانت في الأماكن اللي تروح فيها على الستاد كثير أزمة وكثير زحمة، فكانت الناس كلها تروح في المترو، تسوق سيارتها في الباص ستيشن أو في المترو ستيشن، تطلع في المترو تروح على الملعب ترجع على السيارة تبعت تاخذ سيارتها وتروح. سو هاي كانت تنقل وسيلة تنقل كثير عالية. فمثلا خلينا أحكي شهريا بدك، خلينا أحكي الأفريج 1500 ريال لتنقلاتك كلها في دولة قطر، تنقلات جميعها خلينا أحكي من 1000 ل 1500 ريال أنت تكون تنقلت في دولة قطر.
الاكل، الاكل قد ايه انا بدي ادفع على الاكل اذا كنت في دوله قطر؟ هذا الشيء الوحيد اللي ما حدا بيقدر يحكمه غيرك معلم. انا باكل كثير، انا باكل شوي، انا حاب اكل في مطعم حق سعر الوجبه فيه 2000 ريال، وانا حاب اكل في مطعم سعر الوجبه فيه 30 ريال. كل الاوبشنز تبع الاكل موجوده في دوله قطر، الاسعار كلها الافرج او خلينا نحكي الفاريشن في الاسعار موجود في دوله قطر كبير جدا. انت اللي بتختار بدك تاكل اكل هندي، بدك تاكل اكل عربي، بدك تاكل اكل انترناشونال، بدك تاكل ايش الاشي اللي انت بدك تاكله، بدك تاكل مشاوي ولا بدك تاكل سندويش حمص فلافل، شو الاشي اللي بدك تاكله. لكن افريج الوجبه الطبيعي في دوله قطر من 35 ل 50 ريال اللي هي وجبه غدا هاي. هذا الوضع الطبيعي للموظفين اللي هو بده ياكل بهذا الوقت. الفطور انت ممكن تفطر ب 7 ريال سندويش وشاي وبيبسي ومش عارف ايش، ممكن تفطر ب 50 ريال ما عندك مشكله، ممكن تفطر ب 20 ريال. العشاء انت اللي بتتحكم فيه. هذا حكينا من 40 ل 100 ريال في اليوم شيء كثير منيح. سو متوسط الاكل خلينا نحكي من 2000 ل 3000 ريال في الشهر انت ممكن تتحكم فيه اكثر، سبيشلي اذا كان الطبخ في البيت. طيب الكافيهات والطلعات، انت ممكن تطلع على اي كافيه، في عندك شيء بالاوتيلات، في عندك شيء بالكافيهات، في عندك كافيهات بتدفع فيها 10 ريال، في عندك كافيهات بتدفع فيها 500 ريال. سو انت بدك تدير بالك حسب الكافيه، لو 5 ستارز هوتيل موجود فيه كافيه، ولا هو موجود كافيه في 3 ستارز هوتيل، ولا هو موجود اصلا في الشارع كافيه ستاند الون، ولا هو موجود في مول، انت بتكون عارف. انجوي. فانت بدك تكون عارف وين الكافيه اللي انت رايح عليه. لكن بالافرج يعني في ناس كافيهات تعطيك الشيشه او الارديل ب 35 ريال، في كافيهات ب 50، في كافيهات ب 70، في كافيهات 100، في 110 اند سو. المتوسط الوضع الطبيعي للارديل اذا انت بدك ترجع في مكان منيح هيك نظيف مثلا 50 ريال، 50 ل 70 ريال وتشز شيء كثير منيح. مثلا سوق واقف في كافيه مرتب مثلا، او في كافيه في مكان مرتب، لكن في الهوتيلز ممكن تزيد اكثر من هذا الحكي، توصل ل 120 ريال للشيشه اللي هي 20 دينار او 22 دينار للشيشه. سو انا بشوف انه مبلغ كبير عشان انك انت تأرجل خلينا نحكي. واذا بدك تاخذ مثلا تشرب لك شغله مع الارجيله، فانت ممكن تشرب لك شغله ب 20 ل 30 ريال، خلينا نحكي من 50 ل 75 ريال هو افريج انك انت تقعد وتأرجل وتشرب اند سو. ان شاء الله ما يكون كثير النويز عالي مع الناس او الجماعه اللي صاروا جنبي. هلا بنخلص هذا الفيديو وبنطلع على مكان ثاني. اوكي، لو مكان متوسط لمتدني خلينا نحكي عم تطلع مرتين فوق 100 ريال، فانت عم تحكي عن 400 ريال في الاسبوع، وتطلع المحرز 150 ل 200 ريال عم تطلعها مره في الاسبوع، فانت عم تحكي عن اربع مرات في الشهر، فانت عم تحكي عن 4 في 200 عم تحكي عن 800 ريال. سو انت اذا بدك تطلع على كافيهات وتأرجل وتسوي اللي بدك اياه مرتين في الاسبوع على مكان متوسط ماشي حاله، ومره في الاسبوع على مكان مستواه كثير منيح والكواليتي تبعه كثير عاليه، فانت بدك من 1000 ل 1200 ريال في الشهر طلعات وكافيهات وأرجيل and so on. So حكينا عن السكن، حكينا عن المواصلات، حكينا عن الأكل، حكينا عن الطلعات والكافيهات. طيب العلاج في دولة قطر، العلاج في دولة قطر أول مجاني، وفي عندك تأمين تقدر تعمله وبتاخذ بطاقة الصحة وتصير تروح على المركز الصحي وبيعطيك إشي كثير رمزي، وإذا في إشي لا سمح الله خطير بحولوك على المستشفى and so on. خلينا نحكي إنه إحنا بدنا نحط مبلغ هيك نقسمه شهريا على 100 ريال شهري للعلاج في دولة قطر، وننتقل مباشرة لموضوع الاتصالات في دولة قطر. الاتصالات في دولة قطر أنا بعتبرها صراحة، أنا بالنسبة لي راح أختصر عليك الموضوع، أحكي لك إنه أنا اشتراكي الشهري على التلفون بيعطيني 12 جيجا إنترنت، أي ثينك 12 أو 15 ناسي قديش الرقم بالضبط، وبيعطيني مكالمات دولية 100 دقيقة أولموست، وبيعطيني أي ثينك 1000 دقيقة على اللوكال مينتس، وبيعطيني رومينج 2 جيجا. فأنا يعني بكفيك شهريا هذا الاشتراك للتلفون، بدفع عليه 250 ريال، مرة بضطر بآخر الشهر أشتري ب 100 ريال إنترنت علشان إني أنا ما أصرف من الكوست تبع الانترنت الفعلي اذا ما عندك اشتراك كثير عالي. اي ثينك كل جيجا، كل ميجا عفوا بواحد ريال، ذات مينز الجيجا ب 1000 ريال. سو الموضوع مش سهل، 1000 ريال يعني 200 دينار للجيجا. الكهرباء والمي، الكهرباء والمي بالاغلب يعني ممكن تكون مشمولة أو مش مشمولة بالإيجار تبع الشقة، يعني في كثير ناس بيشملوها بالإيجار لكن بالشقق ما بيشملوها بالإيجار، فأنت عليك الكهرباء وعليك المي. خلينا نحكي من 200 ل 300 ريال شهريا، هدول كهرباء ومي هدول عليك، ويعتبر سعر قليل مش سعر عالي 200 ل 300 ريال. سو هذا بالنسبة للمي والكهرباء والاتصالات وال خلينا نحكي الأكل والمواصلات والعلاج في دولة قطر والسكن. تصليح سيارة، إذا كان عندك سيارة، إذا كان عندك سيارة منيحة فهي بدها ألمانيا مثلا او امريكا، فبدها شغل يعني. انا بدي احكي بدي احط
يعطيك مبلغ مقطوع 500 ريال شهريا هذول تشيلهم لتصليح السياره. طبعا هو رقم يمكن يكون موجود يمكن ما يكون موجود، هذا تحديدا يمكن يكون موجود يمكن ما يكون موجود. اشتريت ياباني مثلا تويوتا او اشتريت نيسان ما حتصلح بهذا القدر، لكن خلينا نحكي بدي احط انا على الجانب 500 ريال لتصليح سياره بي ام دبليو. انا سيارتي مثلا بي ام دبليو انا مثلا دفعت عليها السنه هاي 4500 بلس 4000 8500، يعني اراوند من 8500 ل 10000 ريال، يعني عم بحكي عن 2000 ريال بالشهر مش 500 ريال بالشهر، او مش 2000 سوري 1500 ريال 1200 ريال تقريبا 1000 ريال بالشهر لتصليح سياره الماني. سو انا ما بنصح انك انت تجيب سياره الماني الا اذا انت بدك تفز لك، فهذا الشيء بيرجع لك. انا سلام يكون بدك تفز لك تذاكر السفر اذا كانت مش بروفايدد من الشركه اللي انت بتشتغل فيها، بدك تشيل لك مبلغ. يوجوال بالمواسم اللي عاملين فيها اوفرز بتكون 1500 ريال على القطريه او على الاردنيه دايركت للاردن مثلا، او بتكون 3000 دايركت للاردن في المواسم. سو انت بدك تشيل خلينا نحكي 200 ريال افريج شهريا لتذاكر السفر، مصاريف بيت وتنظيف واشياء وغيره، الاشياء اللي احنا ممكن ما تكون خطرت على بالنا من المصاريف اللي انت ممكن تصرفها شهريا في دوله قطر. خلينا نحكي من 700 ل 800 ريال، والله حاطط رقم مرتب، من 700 ل 800 ريال شهريا هذول انت مش حاسب حسابهم. واذا راح تبعت اواعيك على الكوي اند سو اون فانت ممكن بدك 100 ل 150 ريال شهريا عشان تكوي اواعيك في محل الكوي. طيارة كثير قريبة، خلينا نشوف إذا بجيبها الموبايل. الطيارة صراحة كثير قريبة وتبدا انتباه كل الكوكب اللي حواليه ينجل والمقرب الطيارة. سو انا ويس خلينا نكمل. اي ثينك انه هيك الحسبة منيحة، اذا بدك تبدا وعيك على الكوي او محل الكوي فانت بدك 150 او من 100 ل 150 ريال شهريا للكوي. خلينا بس نشوف مجموع الاشياء اللي احنا حكينا عنهم، كم بيطلع شهريا المبلغ اللي انت بدك تدفعه اذا انت عايش في دولة قطر. يعني خلينا ناخذ المتوسط من كل شيء انا حكيته، السكن من 4000 ل 6000 ريال، مواصلات من 1500 ريال ل 2000 ريال، الاكل من 2000 ل 3000 ريال، الطلعات من 1000 ل 1100 والله طلعت حط من 1000 ل 2000 ريال والله على راسي، من 1000 ل 2000 ريال، العلاج من 100 ل 200 ريال، اتصالات من 250 ريال ل 350 ريال حسب انت شو بتحتاج، انترنت البيت من 300 ل 400 ريال او من 350 ل 400 ريال، الكهرباء والمي من 200 ل 300 ريال، تصليح السياره من 400 ل 600 ريال اخذت افريج، تذاكر من 150 ل 300 ريال اخذت الافريج تبعهم، مصاريف بيت جانبيه انت مش حاسب حسابهم من 700 ل 800 ريال، كوي الاواعي من 100 ل 150 ريال. انت بتتحكم في كل هاي المصاريف، انت بدك تضيفهم او بدك تشيلهم. المجموع بيطلع معك من الادنى 9700 ريال او للاعلى 16100 ريال، سو من 9000 ريال ل 16000 ريال الافرج. طبعا اذا عزابي اكيد اقل من هيك بكثير، يعني انت بدك السكن تبعك يصير مثلا 2000 ريال، المواصلات بالماكسيمم تصير 1000 ريال، والباقي بده يضل زي ما هو، فانت بتحكي عن المينيمم بدك 6000 7000 ريال عشان تقدر تعيش عيشه مرتبه ومش حارب حالك من ايش في دوله قطر، او ل 13000 ريال اذا كنت انت عم تتبعزق كثير في دوله قطر. فهذا هو الشيء اللي انت بدك تعرفه عن المصاريف في دوله قطر. ان شاء الله اني اكون جاوبت السؤال اللي بيجيني دائما قديش انا ممكن اصرف شهريا في دولة قطر. عرفنا انه ممكن من 6 ل 7000 المينيمم، ممكن يوصل معك ل 13000 ريال، ممكن اذا بدنا نزيدهم كنت متزوج تصير معك من 9700 ريال ل 16100 ريال. طبعا اذا صار في عندك ابناء في المصاريف راح تزيد، اذا ابنائك في المدارس المصاريف اذا كانت المدارس مش مامنه والسكن مش مامن راح تكون بشكل كثير خرافي. انا من اصدقائي بعرفهم في ناس حاطين اولادهم في الحضانه كي جي 1 وكي جي 2 عم بدفع عليهم من 20 ل 30 الف ريال، وفي مدارس من 30 ل 40 الف ريال سنويا غير اي مصاريف ثانيه، بس رسوم انك انت تسجل ابنك في المدرسه، لا باصات ولا كتب ولا زي ولا ايفنتس ولا اكتيفيتيز ولا رحلات ولا اي شيء مشمول. سو انت لما تحكي انه افريج التدريس او خلينا نحكي المدارس الرياض الاطفال من 20000 ل 40000 ريال، يمكن في اكثر ما بعرف، عم تحكي من 4000 دينار اردني الى 8000 دينار اردني سنويا، فالموضوع مرهق اقتصاديا الا اذا انت كنت محصل وظيفه وبوزيشن عالي وراتب جدا عالي في دوله قطر. اما اذا انت عزابي او انت ومرتك او انت ومرتك وابن واحد فالوضع جدا انت بتقدر يعني تعيشه باريحيه، هو انت بتقدر تهاندل الموضوع من افريج اذا عزابي 6000 ريال ل 10000
9000 ريال خلينا نحكي، واذا متزوج خلينا نحكي من 9000 ريال ل 15000 16000 حسب ايش المصاريف اللي انت ممكن تتحكم فيها. سوري على الازعاج اللي ممكن يكون بالفيديو، ما بعرف قد ايه ممكن يكون في ازعاج، بس شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. اذا شفتوا هذا الفيديو مفيد يا ريت لو نشترك في القناه، نعمل سبسكرايب، انيبل النوتيفيكيشن بيل، نفعل خاصيه الجرس على كل الفيديوز لحتى توصل النوتيفيكيشن دائما الفيديوز اللي بتنزل، ونعمل شير للفيديو لحتى تستفيد منه للشانل، لانه كل ما عملنا لايكس وشيرز اليوتيوب بصير تسجست هاي الفيديوز اكثر للناس اللي عم تعمل براوزنج على اليوتيوب. ان شاء الله يكون فيديو مفيد، وشكرا لكم ويعطيكم العافيه.